أنا سعيدة جدا لاختياري لأول سفيرة الجمال من ضمن لائحة فنية كبيرة اللي أنا كان احترمها كل احترام لمعرض مهم في مجال التجميل كمعرض موروكو بيوتي إكسبو. وأيضا جد فخورة لاختياري كوجه إعلاني الدورة ديالو الثالثة اللي كيكونوا موجودين فيه بزاف ديال القنوات والصحافة العربية وبزاف ديال الفنانين اللي عندهم أسماء وزنة في المجال الفني والموضة. أول حاجة أنا كوجه إعلاني كان نوجه رسالة يعني المرأة المغربية اللي هي سواء في مجال الموضة أو لا مجال الفن أو لا مجال التجميل يعني تكون ومن الأحسن يعني ما كان بغيش نهضر في اللي جاي حيت لأن كما سمعتوا قبيلة كاين بزاف ديال المفاجآت فلهذا منوع ليا نقول بزاف ديال المفاجآت اللي جايين يكونوا في موروكو بيوتي إكسبو.